ناخد ال attendance بس الأول. ms event نبدأ بقى في اللينكس. تمام، مبدئيا اللينكس هو من الاوبريتنج سيستم طبعا المشهورة، مش بنفس كم الوظائف المطلوب في مايكروسوفت، ولكن برضو من الحاجات المطلوبة في السوق. تمام، قالك ان اللينكس ده اوبريتنج سيستم زيه زي الويندوز زيه زي الماك، ولكن هو بيتحكم في التوصيل ما بين الهاردوير وما بينك انت كيوزر. يعني انا عندي الهاردوير فوق منه الاوبريتنج سيستم، فوق منه الابلكيشنز بتاعتي، وانا كيوزر برامج الكلام ده كله بالكامل. طيب اللينكس له مميزات طبعا، ان هو يعتبر ما فيش تكلفه لان معظم توزيعاته مجانيه، هو اوبن سورس مفتوح، اي حد بيطور فيه، له كم هائل من الباكجز والدعم والكلام ده. تمام، ستيبل طبعا وريلايبل، لانه كتير من التوزيعات معظم الديفلوبرز التقال كلهم شغالين في تطوير التوزيعات بتاعت لينكس، وهنتكلم عن اشهرها دلوقتي اللي موجوده في السوق. ولكن بما ان التطوير فيه شغال على طول وكل الناس بتبرمج فيه، فهو ستيبل اكتر وريلايبل، مفيش فيروسات، ما عادش بقى الكلام ده، ما عادش فيه سيستم خالي من الفيروسات ولا اي حاجه، ولا اندرويد ولا مايكروسوفت ولا ماك، كله بيتصاب، كله بقى فيه ثغرات، ما عادش حد بيعت اي حاجه، لا هاردوير ولا سوفت وير ولا حتى العربيات ولا السمارت فون ولا التلفزيونات، ما عادش حاجه بتتعتق من اي ثغرات. تمام، في حته ان مفيش فيروس دي، لا الكلام ده كان زمان، دلوقتي بقى عاد اللينكس بيطلع له ثغرات وبيطلع له برضه مالوير زيه زي الويندوز بالظبط، والقصه دي مور سكيور طبعا، لان زي ما قلنا الديفلوبمنت شغال على اشده باعتبار كريه مايكروسوفت، يعني شريحه لا يستهان بيها. وفي نفس الوقت لو بتتكلم عن الحصه السوقيه او الاستخدام، لا مايكروسوفت دايسه جامد وليها في كل حاره سوفت وير بيشغل حاجه، ولكن هو السكيورتي اللي بيعتمد عليها ان هو ابديتد وديفلوب بشكل مستمر. حتى بيسموا الاوبريتنج سيستم بيسموه ويل ستراكشر، الكود البرمجي بتاعه مكتوب كويس جدا جدا، فده بيعتبر امن اكتر من مايكروسوفت. بس الفترة الأخرانية مايكروسوفت بدأت تنتبه قوي قوي لموضوع السكيورتي ده في سيستم بتاعتها، وخصوصا بقى من أول، يعني نقول من أول ويندوز 10 وانت طالع، كل الإديشنز الجديدة ويندوز 10 بقى مع الويندوز ديفندر بآخر أبديت مع الفاير وول، لا بقوا مقفلين الدنيا مع الويندوز سيرفر مثلا 2016 و19، لا الموضوع بقى سكيورتي، مع ظهور مثلا حاجات زي النانو سيرفر، لا الموضوع بقى معقد جدا، لانه ما فيش ولا واجهه استخدام واقل بورتات ممكنه، ما فيش على مدار السنه اي عمليه ريبوت او عمليه صيانه، لان السيستم دي بقت ستيبل. فمايكروسوفت بدات تثبت شويه في موضوع الايه؟ موضوع السيرفرات والقصه دي. طبعا لينكس زيه زي اي نظام تشغيل، مالتي تاسك يرن كذا تاسك في نفس الوقت، ومالتي يوزر ينفع اعمل عليه اكتر من يوزر على السيستم بتاعنا. طيب المكونات بتاعت السيستم، قال لك ان مكونات السيستم زيه زي اي سيستم بالظبط. انا عندي البوت لودر، وده اللي بيبدا بيتحمل في بدايه السيستم، علشان لانه وارد زي ما هنشوف كده ان مش شرط يبقى جهازك عليه لينكس بس، انا ممكن يكون عندي لينكس مع ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 ايا كان، يعني ممكن يكون عندي سنجل بوت او سنجل اوبريتنج سيستم او دوال بوت، فالبوت لودر هيلعب معانا دور هنا، انه هيطلع لي شاشه البوت اختار انا منها احمل بمين، او اللي انا بوت من السيستم الاساسي بتاعي لو كان لينكس على طول هيبوت ويشتغل. تمام، بس برضه محدش هيخلي اللينكس هو السيستم الاساسي بتاعه على اللاب بتاعه الا لما يكون فعلا متمكن في لينكس، يعني واحد اللاب بتاعه السيستم الاساسي لينكس، وليكن اوبونتو مثلا باعتباره اشهر التوزيعات واكثرها توافقيه مع الابلكيشنز والهاردوير اللي موجود. فتلاقي مثلا اوبنتو او الاوبن سوزا او الحاجات دي، بس اوبنتو هو الاشهر، كتير من الابات دلوقتي جاي عليها نسخه اوبنتو اصلا. فالاوبنتو لما ينزل كسنجل اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل وحيد على الجهاز، هيفرض عليك بقى انك انت اللي مسؤول، اللي هتعمله ابديت، هتنزل ابلكيشنز اللي انت عايزها عليه، هتعرف كل تعريفاتك على لينكس، هتوظف كل برامجك على لينكس،
حياتك كلها بقت لينكس طالما انت منزله كسيستم وحيد، ومش كتير عاملين الحركة دي الا لما يكون شغال لينكس كويس جدا. اما اللي بيحب يجرب يا ينزله سيستم دوال بوت يا اما يعمله على في ام اي ويتعلم فيه زي ما هو عايز. طبعا الكيرنل ده النواة بتاعة اللينكس، ده القلب بتاع اللينكس نفسه، تمام. الديمونز اللي هي السيرفيسز هي اسمها ديمونز في اللينكس، انما عندنا في الويندوز اسمها سيرفيسز. الشيل دي الواجهه اللي انا بدي بيها الاوامر لينكس، احنا عندنا السي ال اي والباور شيل، هم عندهم في لينكس عندهم الشيل، والشيل برضو انواع. الشيل هي الواجهه اللي انا بدي فيها او التيرمينال بتاعت لينكس اللي انا ببدا اديها اوامر. عندهم واجهات ديسك توب شيك جدا وحلوه جدا، ومؤثرات بقى وثيمز وفونتات والكلام ده، لا عندهم شويه شغل وال3 دي وحركات، لا عندهم في الديسك توب في بعض توزيعات لينكس خرافيه في الجرافيكس بتاعتها. وفي ابلكيشنز، في ابلكيشنز كتير موجوده لي اي توزيع من توزيعات لينكس. فدي المكونات العاديه بتاعت ايه؟ بتاعت نظام التشغيل. السيرتيفيكيشنز بقى، في سيرتيفيكيشنز في من شركه كومبيتيا اللي هي لينكس بلس، بس لينكس بلس مش مشهوره زي الشهادتين دول، الار اتش سي اس اي بتاعت ريد هات، من الشركات الاولى على مستوى الانتربرايز دلوقتي في انظمه تشغيل لينكس، ودي الشهادات الدوليه. ايه اي بي ام اشتريتها؟ ما انا بقول لك انه اكتر شهادات طلبا لو عايزين ناس لينكس انجينير او لينكس ادمن، ار اتش سي اس اي او ار اتش سي اي، دول الاثنين تايتل تحديدا هم الاكتر طلبا في السوق. انك عشان تشتغل في شركه وتبقى راجل لينكس ادمنستريتور او لينكس انجينير او ستورج او القصه دي، لازم تبقى سيرتيفايد اف دي اف دي، لان الامتحان بتاع لينكس مش زي مايكروسوفت، لا صعب شويه، وبتمتحنه في بارتنر لينكس مش في اي مكان، يعني امتحان برضه لازم له حساباته، له ضمباته له كل حاجه، بس مش سهل ومش صعب، لانك لما تدرس الكورس ده وتتمكن منه قوي، فهم الكونسبت وفهم كل اللابات بتاعته وايدك تبقى شغاله في لينكس، خلاص هتعدي الامتحان ده. انما الامتحان لا، امتحان مش سهل، مش زي مايكروسوفت او سيسكو، لا امتحان اصعب شويه، تمام. فدول اشهر شهادتين، الار اتش سي اس اي والار اتش سي اي، ده الادمنستريتور وده الانجينير. وخلي بالكم كل ده مشروح على النت، الادمن واحد واثنين كل ده مشروحين على النت. طبعا في اسامي كتير، في مؤمن هاني، مصطفى حموده، في ناس كتير قوي قوي، بس معظم الناس للامانه كانت بتشكر في مصطفى حموده، يعني تقيل ما شاء الله عليه، تقيل قوي قوي في اللينكس يعني، ومن زمان فكورساته موجوده كلها، ادمن واحد واثنين وثلاثه كلها موجوده على اليوتيوب في شرح التراك ده، تمام. فانا انصحكم اللي عايز يظبط نفسه في لينكس تابعه وتتبسط منه جدا، وتقدر تطبق معاه كل حاجه. وفي ناس كتير زي ما قلت لكم، انت لو دخلت على فري فور ارب هتلاقي كتير، يجي 10 شارحين الموضوع ده، تمام. انما دول الاسامي الواحد كان سمعهم يعني، ناس كويسه جدا ما شاء الله. فدول اكتر شيء. ايه اسمه ايه؟ مصطفى حموده. مصطفى حموده، انت لو كتبت كده في اليوتيوب مصطفى حمود ار اتش سي اس اي هيطلع لك ادمن واحد واثنين ليه، وعامل ادمن ثلاثه كمان، وبقى بينزل مواضيع ادفانسد سواء في السكيورتي بقى او حاجات في الاستورج او كده، لا تقيل قوي مصطفى ده ما شاء الله، تمام. فده من كورساته المشهوره يعني. طيب التوزيعات بتاعت لينكس بقى، التوزيعات كتير جدا، تمام. في موقع حلو قوي انا فاتحه اسمه ديسترو ووتش، بيجيب لك اشهر واجدد التوزيعات وعدد التحميلات ليها، وهنا بيجيب لك حسب الرانك بتاعها، في مثلا ام اكس لينكس، المانجارو، المنت، الديبيان، وديبيان دي هي تعتبر الاب لكتير من التوزيعات المشهوره، يعني الديبيان هي الاب بتاع الاوبونتو، وهي الاب بتاع الكالي لينكس بتاعت الهاكينج، كلهم اصلهم ديبيان دي. شايفين اوبونتو؟ طب ايه الفرق ما بين دول وبين ايه؟ ايه الفرق ما بين التوزيعات دي؟ شوف تعالى كده نفتح ديبيان، تعالى نفتح اوبونتو، تعالى اقول لك اشهر التوزيعات المشهوره واستخداماتها عامله ازاي؟ السانتوس، وهات لي كمان الكالي لينكس بتاعت الهاكينج. في حاجات طبعا كتير يعني. بص بقى هنا بيقول لك ان هو استاذنك يا باشمهندس، بص هم ثلاث عائلات يعني، هم في العيله بتاعت ريد هات طالع منها المنت
وكان في ايه ده تاني انا برضه انا قدام. هقول لك الوقت الهيستوري بدأت منين واخرهم فين، انا هرص لك الوقت الهيستوري بتاعته كاملة، بدأ ازاي وانتهى العائلات بتاعته متفرعة ازاي، ما تقلقش جاي جايبينها من الستينات واحنا طالعين، دي لسه جاية معانا دلوقتي. انما انا بقول لك انه الموقع ده بيدلك على التوزيعات المشهورة وكل واحدة واستخداماتها في ايه. يعني مثلا يقول لك ان الديبيان اخر ابديت معلومات عنها شايف يوم 12/4/2020، الموقع ده ابديتد يوميا باحدث اخبار عن التوزيعات. هنا بقول لك بيزد اون دي اندبندنت، دي توزيعه مستقله تعتبر الاب لكتير من التوزيعات المشهوره دلوقتي، تمام. بيقول لك ان دي استخداماتها كديسكتوب تلاقيها، كسيرفر تلاقيها ديسكتوب سيرفر لايف تشغلها لايف بدون انستول، كل دي شغاله تمام، وكل دي واجهات رسوميه ليها، الميت والاوبن بوكس والكي دي اي، كل دي واجهات للديبيان. فدي النسخه بتاعتها، عايز الموقع بتاعها اهو بيجيب لك النسخه وشغاله في ايه. بص بقى بتاعتنا اللي هي الاوبونتو دي اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله الكورس بتاعنا، قال لك دي شايف مبنيه على مين؟ ديبيان، دي بنت ديبيان تمام. قال لك ان الاوبونتو الواجهات الرسميه بتاعتها جنوم واليونيتي تمام، وقال لك دي استخداماتها في ايه، في الديسكتوب ليها، السيرفر ليها، ليها نسخه لايف ليها، البيجنرز حتى اللي عايزين يتعلموا بتاع الشباب. بقول لك ان دي نسخه مشهوره تلاقيها على لابات دلوقتي، لابات جايه من بره عليها اوبونتو كتير جدا، وفي اللي عليها اوبن سوزا تمام، بس دي الاشهر، دي النسخه الاشهر. هو بدل ما يجيبها باشمهندس يعني من غير اوبريتنج سيستم، يبقى اوبريتنج سيستم ببلاش، يعني هي دي الفكره يعني. ده انا انا بقول لك عايزين يشجعوا مجتمع الاوبن سورس باي شكل، والناس تبعد عن مايكروسوفت. بس يعني لا ده احنا ايه يعني، هذا ما وجدنا عليه اجدادنا. الناس متاصله في مايكروسوفت من زمان، فمش بسهوله تقتنع بلينكس او تنقله الا لو انت فعلا يعني اعجبت بيه وبالسكيورتي والفيتشرز بتاعته. وللامانه مش هتحس الكلام ده في كورس الادمن، لما تخش بقى في الانجينير بتاعه هتجيب قلب لينكس بقى من جوه، وساعتها هتقتنع بيه كسيستم. يعني مثلا انتوا دلوقتي درستوا ام سي اس اي، فبقى عندك الحد الادنى من التعامل مع السيرفيسز في بيئه الويندوز سيرفر، تعرف تعمل اكتيف دايركتوري، تعرف تعمل دي اتش سي بي، دي ان اس، ويب سيرفر، و و و الكلام ده زيه بالظبط على لينكس. لينكس عندهم دي اتش سي بي ودي ان اس ويب سيرفر، بس بشكل مختلف وبطرق وبكونفيجريشن مختلف، بس الكونسبت واحد. فانت بتبص بقى انت راجل دلوقتي ام سي اس اي، ابدا خش بقى في لينكس وشوف الويب سيرفر هنا ولا هنا، اباتشي قصاد الاي اي اس، ده ميزته ايه وده ميزته ايه، الدي ان اس هنا قصاد هنا، دي اتش سي بي هنا قصاد هنا. تبدا تشوف انت درست مايكروسوفت وملكت كويس فيه، ابدا بقى انت فاهم كونسبت، شوف قصاد منه في لينكس الملعب بتاعك شكله عامل ازاي تمام. فهو المقصود انه ما حدش هيخش بتقله في لينكس الا لما يكون فعلا انت هدفك تايتل معين ورايح على جوب معينه، بتدي لنفسك شهرين ثلاثه تطحن نفسك لينكس علشان تبقى كواليفايد في الوظيفه اللي انت رايح تمام. نرجع بقى للاوبونتو، زي ما قلنا دي استخداماتها، في منها ديسكتوب في منها سيرفر اهو. لو رحت على السايت بتاعها ubuntu.com، تعال في نيو ويندو كده، تعال كده نخش على قسم الداونلود بتاعها. طبعا كل ده مجانا، دي داونلود مجانا. بص كده لما تفتح الداونلود قال لك ان في اوبونتو ديسكتوب، في اوبونتو سيرفر، في الانترنت اوف ثينجز، في حاجه للكلاود، ودي النسخ المشهوره اللي احنا هنشتغل عليه. يعني انتوا عندكم دونوا 18/4 دي، مش محتاجين احنا السيرفر، خليك في الديسكتوب دي. دي ايزوهايا مباشره على طول، مساحتها حوالي جيجا و9 من 10، ده مساحه الايزوهايا اللي انت محتاجها عشان تطبق معايا عليه تمام. فدي النسخ اهي اللي موجوده اللي هي الاوبونتو تمام. طيب في ايه تاني؟ بص كده على السانتوس، السانتوس دي نسخة من الريد هات. أنا لسه قايل لك من شوية الشهادات المشهورة، زي لو هتذاكر كورس ار اتش سي اس اي أو ار اتش سي اي، هتلاقي الناس شغالة وبتطبق على نسخة الريد هات. طبعا آخر فيرجن منها دلوقتي فيرجن 8، بس المشكلة بتاعت الريد هات عايز سبسكريبشن. طب أنا ليه بقى لما أجي أسطب باكجات ويرخم عليا ولايسنس والقصة دي؟
سيبك من الهيصة دي، انت لو هتذاكر كورس ريد هات نزل انت سانتوس. السانتوس بص سطر لا بس بسطر مهندس كده. بعد اذنك، ما كنا اشتغلنا في دورة او سنتوس قريبين قوي من ريد هات، لان الانتربرايز في السوق اكيد هيطلب ريد هات يعني، فدول قريبين عشان نفس الاوامر يعني. خلي بالك احنا الجزء اللي هندرسه لا يرقى للار اتش سي اس اي كمان، انت بتاخد قشور انا فاهم. حاجات كده لذيذة يعني، انما بقول لك انت بعد كده لما تذاكر الكورسات العربي اللي موجودة دي، لا انت نزل بقى سانتوس دي لانها ماشية سطر بسطر في الكود بتاعها مع الريد هات. الباكج تمام. تنزل من هنا للريد هات، بعدها بحاجة بسيطة تنزل للسانتوس. فانت وعلى نزل فكره بعد اذنك يا باشمهندس، في دوره كمان، في دوره بتاع ريد هات هم بيجربوا فيه الاول عشان ببلاش قبل ما ينزلوا ابديت ريد هات حاجه ستيبل للشركات اللي دفع فلوس، بيجربوها في دوره الاول. ما ده لسه جاي في الهيستوري بتاعنا، هنعرف ان في دورة اصلا بروجكت من تحت الريد هات. تمام. فالمقصود ان السانتوس في منها نسخة ديسكتوب، في منها نسخة سيرفر، في منها نسخة لايف، ودي الواجهات الرسومية برضو جنوم وكي دي اي، وتقدر تخش وتنزلها برضو مجانا. بس السانتوس دي اشتغل عليها كويس كأنك شغال على ريد هات بالظبط. تمام. طبعا النسخة بتاعت الكالي لينكس حبيبة الناس الهاكينج، اللي بيتعلم بقى شغل البنتريشن تيستينج او الكلام ده بيشتغل على الكالي لينكس او بيشتغل على البارت. تمام. بقى في توزيعات كده مخصصة للموضوع ده، بس الكالي هي اشهرهم، ودي برضو بنت مين؟ ديبيان. الكالي مبنية على الديبيان. تمام. ودي بتشتغل في البنتريشن تيستينج، تقدر تخش على السايت بتاعهم وتدون اخر نسخة منها اهي، اللي هي 2020.1، ده احدث نسخة هم ايه هم منزلين. فده ببساطة شديدة كده موضوع الديسترو ووتش. طيب هنا بيقول لك مين التوزيعة الانسب بالنسبة لك، مين التوزيعة الانسب بالنسبة لك. هنا بيقول لك في عندك 3 اسئلة: درجة مهارتك في الكمبيوتر قد ايه، هل انت تستخدمها او هل انت بتفضل مودرن او ديسكتوب عادية، الانترفيس بتاعتها شكلها عامل ازاي، وهل انت تستخدمها بقى المهم كسيرفر ولا كديسكتوب، جايب انت نسخة او توزيعة لاستخدام شخصي ولا تعملها لسيرفر تبني عليه انفراستراكشر عندك. فده بيخليك تفرض الاسئلة قبل ما تختار التوزيعة الايه اللي هتشتغل عليه. كتير مثلا من شركات وحتى مايكروسوفت نفسها، لو فتشت في السايت بتاعها هتلاقي ان في سيرفرات تحميل الملفات بتاعتها مبنية على لينكس، وده في موقع اسمه نيكس كرافت او نيت كرافت حاجه زي كده، بتديله اسم الدومين وهو يقول لك مين السيرفرز اللي هو شغال عليها الاوبريتنج سيستم في مايكروسوفت نفسها بعض سيرفراتها لينكس. وده مش عيب، لو انا عندي سيرفر اعتمد عليه ضغط 24 ساعه تحميل، فلو انا وجدت ان لينكس هيبقى ستيبل قوي في الحته دي مبقاش فيه مشكله، خلاص ممكن اشغل لينكس. تمام. فده القصه يعني، انه التوزيع الانسب حسب يا سيرفر يا ديسكتوب، يا ايه الانترفيس اللي انت هتفضلها بيه، ومهاراتك قد ايه قبل ما تتعامل مع التوزيع بتاعتك. قبل ما نتكلم عن طرق الانستليشن، تعالوا ناخد هيستوري سريع كده، الموضوع بدا ازاي. ببساطه كان في الستينات 64 65 ثلاث شركات شغالين مع بعض، معهد الام اي تي، وشركه اسمها بيل لابس. بيل لابس دلوقتي اللي اسمها اي تي ان تي، وكمان عندنا شركه اسمها جنرال الكتريك اللي انسحبت فيما بعد. الثلاثه دول كانوا بيطوروا اوبريتنج سيستم اسمه مالتكس، ده من البدايه خالص. التطوير مشى في مالتكس لحد سنه 68. شركه بيل لابس بقى طورت اوبريتنج سيستم سماته يونكس بالسي، وده كان في اواخر 69، واشتغلت عليه تاني المره دي يونكس بالاكس، وطلعت منه بقى فيرجنات، فيرجن 2 فيرجن 3 وهكذا. وبيل لابس حبت انها تنشر التوزيعه دي او الاوبريتنج سيستم ده في الجامعات، الاساتذه يستخدموها والطلبه يستخدموها والقصه دي. تحديدا بقى في سنه 76 في جامعه بيركلي استخدموا اليونكس وطوروا عليه تطبيقات. تمام. ولما عملوا اليونكس بالتطبيقات دي بقى اسمه او اس بيركلي سوفت وير ديستريبيوشن او البي اس دي، وده الاسم ده معروف لحد دلوقتي.
انك تلاقي النسخه مثلا يقول لك يونكس بي اس دي راجع لجامعه بيركلي اللي كانوا اشتغلوا عليه في التطوير من الاول وكتبوا ابلكيشنز عليه. بيل لابس بقى حبت ايه تعمل حركه قرعه كده، قال لك لا احنا عايزين اي حد هيشتغل على الاوبريتنج سيستم لازم لايسنس، ما عنديش ببلاش، ما عادش الزمن ببلاش ده. واحد من اللي شغالين في الشركه اسمه ريتشارد ستول مان، يعتبر الاب الروحي بقى للقصه دي، ده كان دكتور في بيل لابس، انسحب ما عجبوش الكلام ده وقال لك انا هطور مشروعي الخاص. عمل ايه بقى؟ في 84 ريتشارد ستول مان بدأ مشروع اسمه جنو، اللي هو جنو نوت يونكس، ده الاختصار بتاعه. وقال لك انا عايز اوفر اوبريتنج سيستم يبقى اوبن سورس، اي حد يطور فيه، الكود متاح لاي حد يشتغل عليه، بس بشرط، قال لك علشان الموضوع ما يبقاش سلطه واي حد يسرق كود حد، عملوا لنا حاجه اسمها جي بي ال، جنرال بابليك لايسنس. قال لك ان السورس كود هيبقى متاح فري للمطورين، بس الراجل الاونر صاحب الكود الاصلي حقوقه محفوظه، واي حد هيطور على السيستم ده بيبقى اسمه باتش، يقول لك ان الكود ده الاونر بتاعه فلان والباتش ده بتاع فلان، بس يبقى معروف مين الاونر بتاع الكود لحفظ حقوق الناس. تمام. ريتشارد ستولمان بقى من 84 ل 91 كل اللي كان بيعمله ان هو عمال يكتب في ابلكيشنز على السيستم بتاعه ده اللي هو مشروع الجنو نوت يونكس ده، كان بيعمل تكست اديتورز شيل بحاجات تظهر ملفات وهكذا. تمام. الاوبريتنج سيستم في مكوناته زي ما شفنا من شويه، تمام، هو عباره عن كيرنل، كيرنل ده قلب او النواه بتاعت الويندوز، فوق منه الشيل واللايبراري وفوق منه ابلكيشن. وكان عندهم مشكله خطيره، ما كانش عندهم الاوبريتنج سيستم او بيفتقر لميزه كانوا نفسهم فيها اسمها المالتي تاسكينج. مالتي تاسكينج انه يشغل كذا بروسيس في نفس الوقت، مش اللي انا اشغل بروجرام ايه لفتره بعديه بروجرام بي بعده بروجرام سي، لا هم مش كانوا عايزين كده. فكان عندهم الحته الناقصه من البازل ده، ما عندهمش حاجه مالتي تاسك بالمعنى الحقيقي. تمام. وبالمناسبه الكيرنل ده استخداماته في ايه؟ في اداره الميموري، اداره السوفت وير، الجوب سكادولينج تنظيم اداره الابلكيشنز، وكمان اداره الريسورسز اي هاردوير موجود عندك. طيب النجم بقى ده طلع لينوس تورفالز، ده قال لك ده طور كأول واحد يطور كيرنل بمالتي تاسكينج حقيقي، وهي دي كانت النقطة المفقودة من أيام ريتشارد ستولمان، ما كانش عنده مالتي تاسكينج بالمعنى الحقيقي. هنا طبعا بدأ لينوس تورفالد لما عمل كيرنل بالمنظر ده بيدعم المالتي تاسكينج، نشر الكلام. اللي لقط المسألة دي ريتشارد ستولمان، وجد ضالته في الكيرنل الجميل ده، وراح عامل بروجكت جديد بقى مسميه جنو لينكس. الجنو جاي من الشيل والابلكيشنز بتاعته، واللينكس من الكيرنل اللي لينوس ده عمله، لينوس تورفالد اللي هو الطالب الفنلندي ده. وطبعا لينوس ده كان في فنلندا وكان في تلج بقى وبطاريك والكلام ده، والبطاريك اللي هو طقس، فلما شاف بطاريك كده كان ماشي ووقع على وشه، عجبه الموضوع فراح مسمي السيستم لينكس اللي هو لينوس تاكس، بطريق لينكس يعني، ده الاساس بتاع كلمة ايه؟ لينكس. طيب نبدأ بقى في الكلام الجد شوية. سنة 93 بدأت شركات تطلع تتبنى الاوبريتنج سيستم ده، الوقت بقى عندي اوبريتنج سيستم في كيرنل حقيقي بيدعم المالتي تاسكينج، بقى في شيل ولايبراريز وبقى عليه ابلكيشنز، شركات بقى بدأت تتبناه. ظهرت سلاك وير، ظهر ديبيان بدأت تنشر على الاوبريتنج سيستم ده، وسنة 94 الريد هات ظهرت اهي. الشركات دي كلها بدأت تطور، كل واحدة تاخد تطور في السيستم. بس كان في حتة برضو مفقودة هنا، كل ده سي ال اي، مايكروسوفت بقى بدأ 3.11 يطلع، وايه ده في واجهة رسومية وبتاع. من سنة 94 ل 98 في شركة اسمها X.org، ودي أول شركة طورت جي يو اي حقيقي للينكس، لأن كل اللي قبليه كان شيل بس، وطلعت لنا حاجة بقى اسمها إكس بروتوكول علشان يديني جي يو اي للينكس. الريد هات عملت إيه؟ خدت الجي يو اي
مع الاوبريتنج سيستم اللي كانت شغاله عليه، وقامت عامله ريد هات لينكس ار اتش ال. تمام. الريد هات برضو عينيها زاغت، عايزه فلوس وعايزه تعمل اشتراكات. طب قال لك طيب انا بس الاوبريتنج سيستم ماشي هنخليه مجانا، بس هنعمل لك حاجه اسمها سبسكريبشن. طب ايه مميزاته؟ السبورت بفلوس، التريننج بفلوس، الابديتس بفلوس. تمام. ريد هات عملت مشروعين، مشروع الفيدورا وده كان موجه للاند يوزر، وعملت بقى للشركات الار هيل، الاسم ده المستخدم الى يومنا هذا، ريد هات انتربرايز لينكس، وده موجه للشركات بقى. يبقى فيدورا ده للديسكتوب اند يوزر، وار هيل ده للشركات. الفيدورا احنا بنسميه شورت لايف سايكل، الابديتس كانت بتنزل له كل 6 شهور، ده فار تجارب بيجربوا فيه الابلكيشنز بتاعتهم. انما الار هيل لا، ده انتربرايز، هم كانوا بيدوروا على الاستابيليتي اكتر، فالابديتس كانت بتنزل له من 18 ل 24 شهر، ولذلك الار هيل كان ستيبل اكتر، ما بيستعجلوش اي ابديتس الا لما تثبت هنا في الفيدورا، لان الاثنين ولاد مشروع واحد. تمام. الديبيان طورت مشروع، عملت اوبونتو زي الفيدورا بالظبط. تمام. وعملت الديبيان نسخه موجهه للسيرفرات، حتى الاوبونتو نفسها اتشق عنها اتنين، بقى في اوبونتو ديسكتوب واوبونتو سيرفر كمان. نوفل ما سكتتش، نوفل كمان طولت مشروع بيها اللي هو سوزا لينكس انتربرايز، ده للشركات، واوبن سوزا ده زي الفيدورا بالظبط للكلاينت. تمام. وانا هنا قايل لك ان السانتوس بالظبط نفس التكوين والتركيبه زي الريد هات انتربرايز لينكس، كود بكود، هما الاثنين زي بعض بالظبط. ده كده كان التاريخ سريعا كده. القصه حلوه صح؟ موضوع بسيط يعني. ها الصوت واضح؟ تمام 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 جميل، واضح حلو جدا. سيبنا بقى من القصص والحكاوي ونخش في الجد بقى، الانستليشن. علشان اسطب لينكس في عندك اربع احتمالات، انه يبقى على الفيزيكال بي سي بتاعك هو البرايمري او اس، وما فيش حد هيجرؤ ويعمل الحركه دي الا لما يكون معلم في لينكس من الاخر يعني، ما حدش هيغامر انه كده يعملها على اللاب بتاعه الا لما يكون ده واحد شغال لينكس خلاص، مش هشغل مايكروسوفت تاني. يا اما تنزله سكندري بحيث انك تشغله دول بوت، اوبونتو مع 7 اوبونتو مع 8 يطلع زي ما يطلع، المهم ان هو دوال بوت. يا اما لايف سي دي اجربه بدون انستول وده متاح، يا اما اعمله على في ام اي زي ما احنا هنعمل كده، اعمل في ام اي واهبط فيها زي ما انا عايز. تمام. تعالوا نشوف ازاي اعمل انستول للينكس سواء كبرايمري او سواء كدوال بوت. بص معايا، طبعا انا عندي منزل الايزوهايا عندي هنا، ادي الايزوهايا بتاعه الاوبونتو 18.4 دي مساحتها جيجا و9، دي اللي انا هشتغل عليها. تمام. فانا هقول له هوم واقول له نيو ماشين، هقول له تيبيكال، مش محتاج انا كاستم حاليا، هقول له تيبيكال، بس المره دي مش هحدد له الايزوهايا. ليه؟ لان انا عايز اسطب الاوبونتو يدويا شاشه بشاشه، عايز اشوف كل حاجه. تمام. فلذلك انا هنا ما عملتش انا ان هو يختار الايزوهايا، انا اخترت الايزوهايا هنا هيقول لك ان دي اوبونتو 64 وهيعملها لي اوتوميت، لا انا مش عايز كده، انا عايز اقول له ليتر انا اختار كل حاجه نيكست. طيب انت هنا ممكن تلاقيه واقف لك على مايكروسوفت ويندوز، لا انا عايز التمبلت بتاع لينكس وقول له اوبونتو 64، قول له اوبونتو 64 او اوبونتو برضه هيبقى شغال، المهم تشاور له على التمبلت المظبوط علشان ما يعملكش مشكله في التعريفات بتاعه الفي ام وير. على كده لما تختار التمبلت المظبوطه يقوم الاسطوانه بتاعه الفي ام وير تولز لما اجي انزلها على سيستم تنزل بدون مشاكل. فالتمبلت ده حاجه مهمه جدا، اللي هو الجست اوبريتنج سيستم تمبلت بتاعنا. فانا هقول له نيكست. هيسالك بقى طبعا الاسئله العاديه اللي كلكم عارفينها من ايام الكورس، اسم الماشين ايه اللي هو فوق هنا، هتنزلها فين، نزلها عندك في اي بارتيشن، المساحه بتاعت الهارد ولكن خليها 30 جيجا، خليها ستور كسنجل فايل، انا حتى ممكن اعملها عندي على البارتيشن الاخراني مثلا على الاف ده، نعمل فولدر باي اسم
هنا اهو خلاص تمام، قوم قايله فينيش. طيب ايه الحاجات اللي انا محتاج اعملها؟ محتاج بقى ان انا اعلي الرامات شوية، وليكن نديها مثلا 5000 مثلا، ونخليها الكور بتاعتنا 2 كور، وكارت الشبكة ما تسيبوش نات. احنا هنحتاج نت، بس لو سبته نات وهو بيسطب هيقعد يأبديت بقى، وتلاقي بص الانستليشن يقعد يجي ساعة. انت نزل السيستم الاول وبعد كده نفتح له احنا الانترنت من جوه واحنا شغالين. فانت خلي مبدئيا هوست قول لي انما احنا هنشتغل على النات، احنا مش عايزين لا يو اس بي ولا ساوند ولا برينتر عشان نلعب جيمز، احنا كفايه دول المينيمم بتاعنا بس. واقوم قايل له اوكي، واقوم قايل له باور. حته مهمه جدا نسيت اعملها، طبعا هيزعل دلوقتي، انا ما شاورتلوش على الاسطوانه، يعني لازم اجي على السي دي كده اهو دبل كليك واشاور له، اقول له كونكتد، واشاور له على الايز هاي دي انا نسيت اعمل، اقول له ده ايز هاي الاوبونتو اهي، اما قايل له اوكي، بحيث لما اجي هنا اقول له كنترول الت انسيرت، لما يجي يبوت يخش على اوبونتو بقى كده يبوت من الايز هاي بتاعه. فحتى لو انت نسيت وانت بتعمل الماشين مفيش مشكله، ظبطها من الديف دهية وهو هيكونكت عليها عادي. حلو، هنا بيقول لك ايه؟ هنشغله كلايف سي دي، نعمل تراي اوبونتو ولا انستول اوبونتو؟ لا انا عايز اعمل انستول، فانا اقول له انستول اوبونتو. هيقول لك طبعا اللغه، قول له كونتينيو. ممكن تضيف له انت من جوه بقى اللغه العربيه لو انت عايز. هنا بيقول لك نورمال انستليشن، انزل لك انا الويب براوزر باليوتيليتيز بالاوفيس بسوفت وير بجيمز، ولا حاجات بسيطه مينيمال ويب براوزر وشويه يوتيليتيز وخلاص. فانا اقول له لا خلينا نورمال انستليشن، واقوم قايل له كونتينيو. السؤال المهم، البارتيشن لاي اوت هتتعامل مع الهارد بتاعك ازاي؟ يمسح الهارد بالكامل ويسطب الاوبنتو؟ طب تحب اللي انا اشفر لك الاوبونتو انستليشن للسكيورتي؟ طب احب اللي انا اشتغل بحاجه اسمها اللوجيكال فوليوم مانجمنت، ودي هنشتغل لما نتعلم موضوع البارتيشن، ولا سامثينج ايلس؟ خلينا ناخد بقى الاخرانيه، عشان انا حابب انا اوري لك انت تقسم الهارد ازاي وانت بتسطب اللينكس، او تختار البارتيشن بتاعك ازاي. فانا هقول له سامثينج ايلس، وما يقول له كونتينيو. بص بقى، ده الشكل بتاع اي ديفايس في لينكس، اي كان ديفايس دي في دهاية هارد كلها بيبقى حاجه اسمها سلاش ديف. هنتكلم احنا كمان شويه ان شاء الله، او مش النهارده طبعا، عن حاجه اسمها لينكس فايل ستراكشر. كل حاجه في لينكس بيرمز لها كفايل، حتى الديفايسز تمام، وده بيبقى فيه ستراكشر معين. الاستراكشر ده بيبدا من السلاش اللي هي الروت، وتحتها كل الفهارس اللي انا بشتغل عليها بقى. فانا عندي حاجه الديف اللي هي الديفايسز، اس دي اي علشان ده الهارد الوحيد اللي عندي اهو. فانت لو كان عندك كذا هارد كان قال لك اس دي اي، اس دي بي، اس دي سي وهكذا. فبما ان ما عنديش الا ده الهارد الوحيد، طب اشمعنى اس؟ لان انا عندي الهارد الفي ام وير عامل هارد سكازي. فلو كان هارد اتش دي دي هارد عادي كان قال لك اتش دي اي، انما هارد ساتا او سكازي هيرمز له اس دي اي.
ما علينا من المسميات، هنيجي لها لما نيجي نتكلم في موضوع التقسيم. انا عايز اعمله SDA. SDA ده الهارد بتاعنا. هنا بيقول لك انا ما عنديش بارتيشن تيبل. فاكرين ايام لما كنا بنقسم الهاردات، انا كان عندي نوعين من البارتيشن تيبل كنت بعملهم، بعمل ايه او ايه؟ ها، لما كنا بنيجي نقسم الهاردات كان عندي نوعين من بارت 32 و ان تي اف اس. ايه؟ فات 32 و ان تي اف اس. ده الكلام ده لما تعمل البارتيشن. بريمري و اكستندد. لا ده في الام بي ار. ام بي ار والجي بي تي. ايوه ده اللي انا عايزه. لما اقول لك البارتيشن ستايل بتاعك، اللينكس بيسبورت الاثنين، الام بي ار والجي بي تي، تمام؟ فانا لما اقول له نيو بارتيشن تيبل، تمام، هنا طبعا بقول لك انا هعمل لك انا بارتيشن تيبل، تمام، فانا اقول له كونتينيو، تمام. اد البارتيشن تيبل اللي هو عمله، هتلاقي علامه البلس اللي هي الاد فتحت، يبقى انت مش هتعرف تضيف ولا بارتيشن الا لما تعمل بارتيشن تيبل الاول. واحنا جاي لنا شابتر مخصوص عن التعامل مع البارتيشن والديسكس، وتعرف ازاي تعمله ام بي ار وجي بي تي، وتقسم برايمري واكستندد ولوجيكال، وتشيل التعامل مع الديسكات. جميل قوي في لينكس وظريف، تمام، ده جاي له شابتر لوحده. انما دلوقتي انا كان لازم ان انا اعمل بارتيشن تيبل عشان اعرف اعمل تقسيمات، فانا اقول له علامه البلس اللي هي الاد دي. طب اول تقسيمه عندي هتبقى برايمري طبعا، نديها كام؟ وليكن 25 جيجا. 25000، 25 جيجا هنستخدمهم ايه؟ انا عندي انواع الفايل سيستمز، في عندي فات 32، في عندي اكس اف اس، فعندي حاجه اسمها سواب اريا اللي هي فيرتشوال ميموري. الاكس تي 4 يعتبر هو المشهور جدا في انواع نظم تخزين الملفات في لينكس، يبقى اشهر مثلا. خلي بالك اللينكس بيقرا اي ملف لتخزين ملفات ان تي اف اس او غيره. الويندوز ما بيشوفش الا ان تي اف اس بس، يعني الويندوز ما يشوفش تقسيمات اللينكس، انما اللينكس يشوف تقسيمات الويندوز، واخد بالك؟ بيدرس الموضوع ده يا باشمهندس، هينزلها في ويندوز. ويندوز بتفكر تنزل الموضوع ده قريب يعني. فاحنا عندنا في نظام تخزين الملفات في لينكس، انا عندي اي اكس تي 4 يعتبر هو الاشهر. طب في حاجه اسمها الماونت بوينت. انا المفروض عندي اول حاجه نبدا بيها في السيستم حاجه اسمها السلاش الروت، ده اصل كل حاجه، ده اللي بيتفرع منها كل الفايل سيستم بتاع لينكس. يبقى انت هتقول له 25 جيجا مثلا هيبقى برايمري، ويبدا من اول الهارد اي اكس تي 4 للروت، وما يقول له اوكي. حلو، طب بقيه المساحه هنعملها ايه بقى؟ تيجي على المساحه الباقيه دي وتقوم قايل له اد، استخدمها بقى حاجه اسمها سواب اريا. سواب اريا ليها فيرتشوال ميموري، لان مسطره الرامات اللي عندك مش هتكفي السيستم بتطبيقاته، محتاج احجز له مساحه من الهارد يستخدمها كفيرتشوال ميموري. هي دي السواب اريا. السواب اريا هي الفيرتشوال ميموري عندنا. فانا بقول له خد المساحه الباقيه فيرتشوال ميموري، واقوم قايل له انستول، اهو اقف بقى على البارتيشن، واقوم قايل له انستول ناو. هيطلع لي تحذير، هعمل لك اي اكس تي 4 وهعمل لك سواب فايل، ماشي انا موافق، واقوم قايل له كونتينيو. التايم زون بتاعتنا نيويورك، مفيش مشكله. انت النيم بتاعك ايه؟ كل واحد يحط النيم بتاعه بقى. انا مثلا هعمل محمود، والسيستم بتاعي هسميه مثلا ديسك. باشمهندس بعد اذنك، في لما اجي اعمل الشغل ده على الهاردوير اخلي الهوم مثلا لوحده، او حاجه اللي هيبقى عليها ملفات عشان لو جيت انزل لينكس تاني على لينكس، ولا بص خلينا لما نتكلم عن الاستراكشر بتاع لينكس، لان لازم افهمين كل واحد بيعمل ايه. ساعتها ممكن ان انا اختار ان انا اعمل بارتيشن. وخلي بالك انت ممكن تعمل بارتيشن دلوقتي وتغير الكلام ده من جوه عادي. تمام. فاحنا اخترنا اسم اليوزر، اسم الجهاز، ادي اليوزر نيم بتاعنا، وادي الباسورد الظريفه بتاعتنا، وهم قالوا كونتينيو. يبدا بقى يسطب الملفات بتاعه اللينكس. اظن انستليشن مباشر وسهل، مفيش فيه اختراعات، موضوع بسيط. هو انا كنت هطير هاردي مره. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ عايز اسال برضو معلش يا باشمهندس،
ال دات سيرفر ده فيه الخصائص بتاعت الاكتف دايركتري، يعني ممكن يبقى فيه روت عندي اسف فيه فورست، يبقى فيها مثلا دومين كنترولر لينكس. اه طبعا، ما بقولك هو ده كانه، هو كانه دومين كنترولر، ده ال داب سيرفر شغال ب، بص مفهوم ال ال داب والدايركتوري ده ستاندرد مش بتاع مايكروسوفت، يعني ديستنجوش نيم والكلام ده، ده ستاندرد موجود من زمان ماشي على لينكس وعلى غيره، بس مايكروسوفت هي النجمه في الموضوع ده، الدايركتوري سيرفيسز مايكروسوفت بلا منازع. تمام. انما لا لينكس لا فيها ال داب سيرفر، بس ده موضوع ادفانسد قوي يعني. جميل جدا، مبروك، ادي لينكس نزل، خش بالباسورد. طيب طبعا انت هتفاجئ من حجم الشاشه دلوقتي انها مش استريتش ومفيش كوبو بيست. ليه؟ لان اول حاجه هتخطر على بالك في الفي ام وير، الفي ام وير تولز، صح كده؟ فتعال بقى اقول لك ازاي تعمل الفي ام وير تولز على الاوبونتو. هنعمل نيكست 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 دون. بص بقى ببساطة شديدة جدا من غير نت ومن غير حاجة خالص، اطلع قائمة في ام فوق وقول له انستول في ام وير تولز، هتلاقي يطلع لك شاشة هنا اهي الفي ام وير تولز اهي، خش خد الباكج دي اللي هي في ام وير تولز دي، كليك يمين كوبي على الدوكيمنت مثلا وكليك يمين بيست. طبعا هي مضغوطه عايزين نعملها اكستراكت لان ده اركايف ومضغوطه زي ما هنتعامل بعد كده ان شاء الله، كليك يمين وقول له اكستراكت هير انه يفك الكونتنت بتاعتها، فك الكونتنت او خش على المجلد، خش على المجلد ده في ام وير تولز ديستريبيوت. تمام، بس انا عايزه وانا واقف في المجلد ده اهو، طبعا ده السكريبت تمام اللي هو الفي ام وير داش انستول دوت بي ال، ده السكريبت بتاعنا، بس انا مش هشغله جي يو اي، انا هقول له كليك يمين واقول له اوبن ان تيرمينال، افتح لي تيرمينال هنا. لو انا عملت ال اس اللي هي داير يعني ليست، بيقول ان ده الملف اللي باللون الاخضر ده، ده ملف تنفيذي او ملف سكريبت يعني اكسكيوتابل. انا هقول له سودو اللي هي زي ران از ادمن، يعني اللي انا عايز ارن دوت سلاش في ام، لو عملت تاب هيكمل، ده معناه سودو ران السكريبت ده للينكس، بيبقى عنده حاجه شبه في الويندوز عندنا كده اسمها يوزر اكونت كنترول، مش هينفع ترن اي اكس اي او اي حاجه حتى لو انت ليك صلاحيه على السيستم، انا لازم اقول له سودو، الا لو انا واقف باليوزر اللي اسمه روت زي ما هنشوفه بعد كده المره الجايه، هو ده اللي له صلاحيه ان هو يشتغل بدون اي حاجه، انما لو انت واقف باي يوزر عادي زي ده لازم تقول الاول سودو، سودو يعني ران از ادمن عندنا بلغه الويندوز، فانا بقول له سودو دوت سلاش السكريبت اللي هو بالبيرل ده بي ال، فانا بقول له انتر. هيسالني على الباسورد، طب دي باسورد مين؟ عملتها وانا بسطت باوبونتو اهي، ادي الباسورد او مايلو انتر. هيقول لي انت عايز تعمل بروسيد مع الانستليشن، هو مايلو يس. واي حاجه يسالك عليها اقول له انتر، اي حاجه يسالك عليها اقول له انتر 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 انتر، معناه ان موافق، دي الديفولت، الديفولت انسر بتاعتك. هتبص تلاقي هو شغال بقى، شاشة بتتفرد تلقائي وتلاقي الموضوع اتظبط معاك، خدت بالك؟ تمام، الدنيا اتظبطت لوحدها خالص، ولا انت عملت شوية انترات والموضوع خلص بمنتهى البساطة. ادي في ام وير تولز، في ام وير تولز بالمناسبة ليها سكة تانية انها تنزل كباكج من على الانترنت، يعني احيانا بعض توزيعات اللينكس ممكن الفي ام وير تولز بتاعتك ما تشتغلش، في باكج موجودة لو انت في حد فيكم هيتعامل مع الكالو الكلام ده اسمها اوبن في ام تولز، دي لو عملت على سيرش هتلاقي برضه بالاوامر ان هو يسطبها من على النت. اما الاوبونتو لا ده جميل وفريندلي معانا، قبل الفي ام وير تولز عادي بتاعته، بس عشان يشتغل بشكل كويس لازم اقول له بس ساين اوت، اجعل اليوزر بتاعنا ساين اوت وما يقول له ساين ان،
فتلاقي كل حاجة في الفي ام وير تولز بقى شغالة كوب وبيست وكل حاجة شغالة، وتلاقي الشاشة استريتشد والدنيا معاك جميلة. سهل الكلام؟ اه تمام يا فندم. هو بقى شبه الاندرويد اه، لا الدنيا جميلة اللي هو قوي يعني. قريب جدا من ماكنتوش يا فندم. اه يبقى واضح ده انت لا هو الاندرويد قايم على لينكس. اه انتوا هتحبوه، ان هو سيستم ظريف جميل يعني وخفيف. تمام. طيب السؤال المهم بقى، ده لو كان سنجل. انا اول مره هعمل معاه باشمهندس الصراحه، ما بعملش معاه لسه. لا ده جميل وخفيف قوي، خفيف وجميل. طيب السؤال دلوقتي اللي احنا عملناه ده اللي اسمه سنجل بوت، ده اسمه سنجل بوت. انت بقى المفروض تتعلم سنجل بوت والدوال بوت. بص بقى انا هعمل شوت داون ده، خلاص شكرا. ممكن شوت داون من جوه عادي خالص، كانوا زي ويندوز بالظبط. انت عطلت من فيم وير جوه اللي قلته؟ اه في، بس مش فيم وير بقى، فيم وير في منه نسخه لينكس وفي الفيرتشوال بوكس. فيرتشوال بوكس له نسخه جوه الاوبنتو برضه، وفي ام وير في حاجات كتير يعني. اه في ديليت فروم ديسك، انا هلغيه طبعا مش عايزه. ماشي، تعالى بقى اوري لك ازاي اللي احنا نسطب لينكس دوال بوت. ونخلي برضو الكارت هوست اونلي. طيب دلوقتي انا عندي دي ماشين ويندوز 7، وده عباره عن هارد واحد معمول سي، يعني هو بارتيشن واحد كده على بعضه معمول سي. طيب ايه المطلوب عندي؟ يا فضل مساحه احط هارد تاني. ايوه المطلوب اللي انا هقص منه مساحه اعملها لللينكس. تمام، يعني انا ببساطه هاجي في ديسك ام جي ام تي دوت ام اس سي ديسك مانجمنت، واجي على الهارد ديسك بتاعي بدل ما هو بارتيشن على بعضه كده سي، كليك يمين هقول له شرينك فوليوم، لان هو بارتيشن واحد على بعضه سي واخد 60، فانا هقول له شرينك هشوف هيقص لي كام منه، يقدر يقص لي كام، وليكن مثلا يجيب لي 28 جيجا. أو 28 وما إلى الشرينك. بس حلو جدا، مش عايز أكتر من كده. بقى عندي مساحة فري اللي أنا أنزل على لينكس. أقوم أعمل إيه بقى؟ أقوم جاي قايل له شوت داون، ونحط الأسطوانة بتاعت الأوبونتو فيه، وأعمله باور ونبوت من السداية بتاعتي. ادي ادي بدايه ونقول له بوت يلا. لا عشان تعمل دول بوت يعني. ايوه عشان اوريك الاثنين. ماشي، هعمل اسكيب على شعار الفي ام وير عشان اقول له انا عايز ابوت منين، يعني عشان تجيب القايمه المختصره دي اول ما تشوف كلمه فيه. عشان ابوت من سي دي يعني، عشان ايوه اول، بص بس لازم تكون ضغط بالماوس جوه على الفي ام اي وهي شغال. اول ما تشوف شعار الفي ام وير اعمل اسكيب مره واحده بس، هيجيب لك البوت منيو دي. انا عايز اقول له بوت من ايه، من السي دي، عشان يجيب لي الديفيد هي بتاعت الاوبونتو مره تانية. وتعرف قد ايه الاوبونتو ذكي، وهيعرف ان في ويندوز 7 متسطب او ايا كان. بص معايا، ده كان في حد بيسألني بيقول هو في كورس النهارده، بيقول ده احنا شغالين بالفعل. ده متهيألي مش عارف مين، احمد عبد ايه؟ الله. ده ابراهيم.
ده عبد الله الزير 11 ده عبد الله كده. مين عبد الله؟ معنى حد اسمه عبد الله؟ ما عندناش حد اسمه عبد الله هنا. عبد الله اللي راح المجموعه الثانيه بتاعي بس مش متسجل معانا في الجروب ده. هنقول له انستول اوبونتو. ممكن 0 على الصبح. هنقول له انستول اوبونتو. هنقول له طبعا كونتينيو نورمال انستول. ده احمد يا باشمهندس صوته ايه يعني؟ احمد عيد؟ احمد عيد طيب بص بقى الذكاء بقى، انستول اوبونتو الونج سايد ويندوز 7، نزل اوبونتو مع ويندوز 7 ولا نعمل اريز؟ اقول له لا مالكش دعوه سيبني انا احدد، اقول له سامثينج ايلز. هيجيب لي طبعا ان ده اللي عليه ويندوز 7، مش بقول لك هو ذكي وقاري ان هو ان تي اف اس اهو. انا ما عليا بقى المساحه اللي انا قطعتها اهي، شايف دي؟ ده اللي احنا قطعناه. انا هقول له ات واختار مثلا والله 25 جيجا، واقول والله انا عايز دي للروت. فلو انا جيت هنا على الفري سبيس وقلت له اد، طبعا دي نعملها سواب اريا بقى، عايزين فيرتشوال ميموري، نعمل اوكي ونيجي نختار البارتيشن بتاعنا ونقول له انستول ناو كونتينيو. نمشي في اجراءاتنا بقى. السويب بيفضل حاجه عملته اللينكس، ايه اللينكس ذكي، انا مشاور على البارتيشن قلت له ده الفيرتشوال ميموري بتاعتك مش اللينكس. فالو الادمنستريتور اللي فاتت ده يا باشمهندس، ده اليوزر. ده اليوزر اللي هو هيشغله. احنا جوه بقى، واحنا جوه هنعمل يوزرات وجروبات وعادي من سي ال اي وجو اي، هنتشقلب جواه براحتنا مفيش مشكله يا باشمهندس. بس هو كان اول مره بيطلب ان انا اعمل باسورد للسوبر. لا هنا لا هنا مفيش هنا القصه دي، في الاوبونتو انت بتعملها من جوه سي ال اي تمام. يعني اليوزر اللي طالبه مني مثلا محمود او احمد او ايا كان، انا بس بديله باسورد من جوه بقى، بعمل باسورد انا للروت عادي. باسورد للروت. انا بقول لك دي احنا بنعملها من جوه عادي. ما انا عندي، بقى الشطر اللي جاي اللي هو بتاع ده بتاع بقى شغل المره الجايه ده، اللي انا بعمل خمس حاجات بعد ما اعمل انستليشن. يعني انا كل هم النهارده انكم تنزلوا الاوبونتو وتسطبوه عندكم تحضيرا المره الجايه، لبات عملي على طول. ده محمد علاء بيشتكي طلع من الـ من الـ من الشو معانا، احمد عيد مش عارف يخش. بس غريبه، مش ده النهارده الحمد لله يعتبر كان اول يوم كويس صح؟ ما هو تقريبا قاعد يوم فودافون محسد الملل. يعني احنا متضايقين من وي، اول مره تنصفنا النهارده. مش عارف بقى، احنا ممكن كده كده ان شاء الله. عادي يا اتفضل. النت؟ انا النهارده كنت رايح حتى على الفواتير بتاعت المصنع، والله ولا سبوك واقف على شركات النت. لا النهارده قطعوا الارضي والنت اربع ساعات، ضيعوا عليا بالنهار تماما. كهرباء. حاجه اعوذ بالله يعني. والله كانت عطلة رهيبة، فما عادش الوقت النت لوحده بيروح، ده بيشيلوا أرضي كمان. إيه ده أنا مش فاهم. مش عارف. كده كده. الصوت عمال يقطع برضه، الناس بتشتكي، أنا مفيش نت في البيت وأنا لوحدي. أنا شكلي عايز ناخد بريك عشان أعمل ريستارت للراوتر، ولا بلاش؟ لا ما يقومش.
لا هو انا مش يعني احنا هنشتغل ساعة النهاردة تمام، على ما انتوا بس تظبطوا ده عندكم النهاردة والسيستم ينزل وكله، من المرة الجاية هنشتغل لبات عملي، لبات عملي على طول. انا نزلته عموما، انا اه انا بقول لك يعني انا لسه منزله دلوقتي، ساعتها اشوفه اه بعد ال منزله واحنا شغالين. طب كويس. احنا عايزين نشوف شكل البوت الاثنين مع بعض، البوت لودر الدروب الجميل ده. انا ان شاء الله رب العالمين بعد المحاضرة هبعت لكم كل الحاجات اللي هي متعلقة بالكورس ده، التكستات بالباوربوينت كلها مرة واحدة، واضغط المحاضرة إن شاء الله وارفعها لكم، بحيث يبقى أنت عندك إيه الداتا أول بأول يعني. حتى دي ممكن نعملها لكم فورورد سريعا كده. فين الجروب من الصباح؟ ما عاطل يا عم، انت منزل الفيديوهات اللي فاتت اللي هي الفيديوهات اللي احنا اخدناها اونلاين كلها صح؟ اه. طب انا ممكن اقابلك بكره او كده اخدها منك ركشه؟ بكره فين؟ قابل فين؟ راجيلك هنا في اي مكان عادي، وشوف الوقت اللي انت تبقى فاضي فيه. يعني بعد الشغل مثلا يعني؟ ماشي براحتك في اي وقت عادي. خلاص ماشي، نطلع مع بلاش، انا بخرج في الحظر عادي يعني. ولا يهمك يا باشا. ماشي، هبقى اكلمك كده واتس وحاجة تكون ماشي. تشرف يا باشا في اي وقت. حبيبي يا ابوك. بيقول لك كمان ده اللي ناقص، ده مونتو عايز يعمل ابديت دلوقتي. ده يقعد بقى يجي نص ساعة عشان كتير. اه كتير اوي. لا ما مش وقت خالص، مش دلوقتي، بعد الكورس. جميل، نقوله بقى ريستارت. دي بقى اللي انا بقول لكم عليها، الجراب ده اهي فيرجن 2، عندي اوبونتو فوق اهو وتحت ويندوز 7. لو اخترت ده يحمل ويندوز 7، لو اخترت اللي فوق يحمل اوبونتو. تمام، لو انا نزلت تحت هنا ويندوز 7 يحمل 7 عادي. ده اللودر الظريف كده. يبقى انت شغال دول بوت، شغال ده وشغال ده، انت ده تكمل 7 والناحيه التانيه تكمل ايه؟ تكمل القصه بتاعتك. سهل الكلام؟ سهل تمام. حلو، ده كده كان بالنسبة لي المرحلة الأولانية من اللينكس. احنا وصلنا لحد تصطيب اللينكس في الديوال بوت البرايمري والديوال بوت. من المرة الجاية بقى إن شاء الله لو عايز تشتغل شوية كمان يا باشمهندس ماشي، لا نزود يعني النهاردة؟ اه لو في حاجة نظري ناخدها دلوقتي بالمرة. يا بلاش يا مين، بس انا ما عملناش حاجة بقى. ها براحتكم عادي، بس ما خدناش حاجة ظبطية يعني بالانستريشن. بتهيألي نبدأ من المرة اللي انت بتهيألي كمين، انت كنت شغال لينكس قبل كده، انا ما اعرفش اي حاجة عن لينكس. طيب 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 خلاص. بص احنا هنقف عند دي النهاردة، المرة الجاية ان شاء الله هيكون كلكم مجهزين السيستم قدامك تمام، بحيث انه يبقى كله خلاص سيت اب سيستم، نبدأ ان شاء الله من المرة الجاية على طول ان شاء الله. وهنبدأ بالسلايد دي، الحاجات بتاعت 5 حاجات بنعملها بعد الانستليشن، ونبدأ نكمل لنهاية الايه؟ نهاية الشابتر بتاعنا بقى ان شاء الله. ماشي يا فندم. طب ما ناخد الباسورد بتاعت الروت بالمرة، بس حاجة بس. اصبر على رزقك، هي جاية، ما تقلقش، الموضوع بسيط. ماشي. هي تحت في الباور بوينت. قالت عليها الدور متهيألي.
الابديت سيستم ده هو عامل ابديت لنفسه. ما تقلقش كل حاجه في ميعادها. ماشي. حد له استفسار في اللي فات؟ لا شكرا. طيب ماشي خلاص. احنا النهارده ايه؟ الخميس حد. ايه النهارده حد خلاص. الايام كلها بقت شبه بعضها. خلاص يبقى معانا ان شاء الله يوم الثلاث بامر الله. الساعه 7 بس؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بس ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.